الحديث عن الموضوع ينضم معنا مباشرة عبر الهاتف الأستاذ عمر هارون، أستاذ الاقتصاد بجامعة المدية. أهلا بك سيدي. أهلا بك وأهلا بكل متابعي النهار. شكرا. إذن بداية، تم اكتشاف اليوم أو كشفت اليوم شركة سوناتراك عن اكتشاف جديد، هذه المرة في ولاية أدرار، بطاقة تصل 150 مليون برميل. يعني ما هي القراءة التي يمكن استخلاصها من وراء هذا الاكتشاف من حيث الحجم وأيضا المكان والجغرافيا؟ ربما البعض يقلل من قيمة هذا الاكتشاف، خاصة لما تتكلم على أنه 150 برميل، يعني وحتى بعد 28 سنة. نعم، حوالي 6 أشهر من الصادرات الجزائرية، بحكم أن الجزائر تصدر حوالي مليون برميل يوميا. لكن الشيء الأساسي اللي في هذا الإطار هو أنه هذا المكمن هذا يعني راح عنده مجموعة من اللوجستيك، مجموعة من البنى التحتية، فإذا لم يتم اكتشاف يعني مكامن جديدة للنفط، هذا راح يهدد هذا المكمن في حد ذاته، راح يغير الاستراتيجية الاستثمارية تكون في المكان. إذا فبعد 28 سنة اكتشاف من هذا النوع وراح يكون هناك اكتشافات أخرى، فهذا يؤكد على أنه إمكانية أنه النفط تبقى تشتغل وتبقى تحقق عوائد بالنسبة للجزائر. الأمر الثاني أنه هذا الاكتشاف لا يأتي لوحده، بل يأتي ضمن مجموعة من الاكتشافات التي حققتها الجزائر هذه السنة، حيث مثلا نذكر على سبيل المثال الحصر، أنه في حاسر رمل اكتشفنا ما بين 100 إلى 340 مليار متر مكعب يعني من الغاز، يعني اللي راح يمكننا من رفع صادراتنا في حدود 100 مليار متر مكعب سنويا. حتى ولاية البيض أيضا. نعم، اكتشفنا أيضا في الرمل في بركين اكتشفنا حوالي 140 مليون يعني برميل يعني كاحتياطي أيضا. كاين في حسين سعود اكتشفنا حوالي 415 مليون برميل. العوائد في البيض كما تفضلت اكتشفنا يعني مكمن في حوالي انتاج حوالي 925 برميل يوميا. اذا الجزائر هذه السنه صنفت في المرتبه الثانيه بعد النرويج في حجم الاكتشافات، حيث تعتبر هذه السنه حقيقه سنه خير على الجزائر نظرا لحجم الاكتشافات يعني المرتفع جدا الموجود. ولا يجب ان ننسى ايضا الاتفاق الذي وقع بين سوناتراك من جهه وإريكسون وتوتال و يعني، بحيث انه هذا النوع من هذا يعني هذا الهدف الاساسي حفر حوالي 100 بئر جديده وتجديد حوالي 46 بئر جديده، تجديد 46 بئر. يعني هنا نشوف انه هناك توجه من الدوله يعني ومن سوناتراك خصوصا بحكم انه هي اللي مسؤوله في هذا الملف الى زياده صادرات الجزائر من الغاز ومن النفط وتحقيق عوائد اكبر. لماذا؟ لان السوق الان يطلب في كميات اكبر ويطلب يعني والموردين الذين نورد لهم يطلبون في كميات اكبر. فالجزائر الان هدفها الاساسي ان تكون لديها القدره على تلبيه زبائنها الاوفياء وحتى تستطيع ان تبقى تحتل مكانه مرموقه في السوق العالمي. طيب، يعني هذا الاكتشاف يضاف إلى 4 اكتشافات كبرى كما سبق وأن ذكرت، يعني ما الذي ستغيره هذه الاكتشافات في المشهد الطاقوي الجديد؟ إذا كما تكلمنا منذ قليل، ففي الغاز مثلا هنالك قدرة على الرفع يعني مع نهاية سنة 2023، مع رفع يعني قدرات الجزائر الاستدارية من الغاز إلى حدود 60 مليار متر مكعب سنويا، بعد ما كنا في حدود 40 مليار متر مكعب سنويا. نظن بلي هذه الزيادة في حدود يعني 20-50% عفوا، وهذه زياده مهمه ومهمه جدا، سواء بالنسبه الى زبائننا سواء بالنسبه الى مداخلنا، لانه هذه السنه نتوقع ان تكون يعني تنتهي السنه بحدود 50 مليار دولار يعني كعوائد نفطيه وغازيه، وهذا مهم ومهم جدا للاقتصاد الوطني اللي كان قبل سنه فقط يترنح لانه كنا موقفين يعني الاستثمار نظرا لتراجع اسعار النفط وتراجع اسعار الغاز. الناس الذين الان يتكلمون على ما هو يعني ما هي الفائده من رفع هذه العوائد، نقول لهم ان كل المشاريع الاستثماريه باذن الله سيتم رفع التجميد عندها في ميزانيه 2023، وهذا بالنسبه الى التنميه المحليه هو كما يقولوا محور دوران ولا نقطة أساسية في الرفع من القدرات الاستثمارية للدولة، لأنه حبينا ولا كرهنا الوضعية الاقتصادية في الجزائر ولا النظام الاقتصادي في الجزائر مبني على قدرة الدولة على تمويل المشاريع العمومية في انتظار كما يقول رئيس الجمهورية بناء اقتصاد حقيقي فيه. يعني أستاذ عمر هارون، يعني بالحديث على التمويل، أكيد أن يعني حقول بهذا الحجم تحتاج إلى أموال لاستغلالها، يعني كيف يمكن لسوناتراك أن تجد التمويل الكافي لهكذا استثمارات إنتاجية؟ في هذه السنة يعني هناك في الخماسي بين 2022-2026 يعني وضعت سوناتراك ميزانية 30 مليار دولار كميزانية من أجل التطوير والتنقيب حول يعني المكامن المختلفة. نظن أنه الشراكة اللي كان وقع وكنت أشرت له منذ قليل مع إيني إيريكسون وتوتال وسوناتراك حبي 4 مليار دولار هو دليل على أن الجزائر الآن ستكون مركز مهم لجذب الاستثمارات الأجنبية.
كل حال من الاحوال الجزائريه لوحدها لن تستطيع يعني ان 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 تستطيع ان تكتشف كل هذه المكامن وتستثمر فيها لوحدها، لكن نظن ان الشركاء الاجانب اللي الان اصبحت الجزائر بالنسبه اليهم شريك موثوق وقربها من الاتحاد الاوروبي وحاجه الاتحاد الاوروبي الى الطاقه الجزائريه جعلها ايضا عندها قدره على انها انتاجها كله يورد، بالاضافه الى ذلك مشروع الان النيجيري الجزائري لتمرير الغاز الى اوروبا ايضا راح يحفز المستثمرين الاجانب الى السوق الدخول الى السوق الجزائريه، ومنه نضمن الان الجزائر بصدد يعني جلب حجم كبير من الاستثمارات الاجنبيه، او بطريقه اخرى هي بحاجه الى حجم كبير من الاستثمارات الاجنبيه في مجال الطاقه، ونظن انه هذه الاكتشافات هي بوادر خير، خاصه انها كانت في بعضها مع شركاء اجانب وفي بعضها ب يعني الامكانيات الخاصه لسوناتراك، لانه حسب يعني الكلام تاع الاستاذ حقان اللي هو مدير عام من شركه سوناتراك، ف 34 من 35 اكتشاف الذي تمت هذه السنه كانت عن طريق الامكانيات الخاصه لسوناتراك، ومنه فالان هنالك رغبه ولا هنالك ضروره لجلب استثمارات اجنبيه من اجل تطوير هذه المكامن اللي راهي موجوده الان، ونظن انه الامر اصبح متاح. لماذا؟ لان هناك كميه اقل في دول اخرى وتستطيع انها تجذب يعني مستثمرين نظرا لحاجه العالم في المرحله الحاليه الى الطاقه، يعني مثلا الطاقه في اوروبا مثلا يعني المانيا عفوا هي الان بحاجه الى حوالي رفع احتياطاتها الى 100% بعد هي من الان راهي في حدود 50% من تكلفه الطاقه في اوروبا، راح ترتفع الفرد الالماني من حوالي 1600 يورو سنويا الى 4600 يورو. هناك ايضا يعني هنالك مشكل حتى في الطاقه النوويه اللي موجوده الان في فرنسا، هنالك مشاكل في المفاعلات النوويه رغم انه فرنسا من اكبر ولا ابرز يعني المنتجين للكهرباء عن طريق الطاقه النوويه 56 مولد يعني نووي. الان نشوف الزياره القادمه للرئيس الفرنسي اللي تحتكم في 25 اود، يعني النقطه الاساسيه تحت شقها الاقتصادي ستكون مفاوضات حول الغاز. ايضا ما الذي تقدمه الان يعني اسبانيا او تحاول تقدمه من تنازلات الطرف الجزائري من اجل ان نعود ونمونها بالغاز الجزائري، كل هذا يؤكد انه الان الغاز الجزائري والنفط الجزائري اصبح يعني محور في كل الاستراتيجيات الطاقويه الاوروبيه وحتى العالميه. طيب أستاذ عمر هارون، يعني لو نسقط كل هذا على قانون الاستثمار والمحروقات، يعني كيف يمكن أن يغري ربما شركات النفط الكبرى للولوج إلى هذه الحقول؟ المهم أنه قانون النفط يعني قانون الاستثمار في قطاع النفط منفصل عن قانون الاستثمار. لماذا؟ لأنه قطاع النفط والغاز هو من القطاعات الاستراتيجية، لهذا يبقى يطبق عليه قاعدة 40-51، والقانون تاعو كان صدر سنة 2020، ولحد الآن يعني نظن باللي البوادر الأولية لعمل استثمار في النفط وفي الغاز هي مشجعه ومشجعه جدا. نظن ايضا انه هنالك رغبه من كثير من دول العالم، كان اشار لها رئيس الجمهوريه، حول الاستثمار في الطاقات المتجدده والطاقات البديله خاصه الطاقه الشمسيه وطاقه الهيدروجين الاخضر، نظن انه مهمه ومهمه جدا. تبقى قضيه الاستثمار في باقي القطاعات، فنظن انه اي قطاع من القطاعات يعني لو ارتفع حجم الاستثمار فيه، يعني لو ارتفعت حجم الاستثمارات في قطاع النفط والغاز والطاقات البديله في الجزائر، بالضروره هذا سيجلب استثمارات مكمله يمكن ان تكون يعني في الاطار الاستثمار التقليدي، سواء تعلق الامر بانتاج يعني الانابيب الخاصه بنقل النفط والغاز، او بانتاج مكملات، او حتى بعمليات تكريريه التي الجزائر الان يعني تفوق فيها بشكل كبير، بحيث اننا كنا نستورد سابقا البنزين كما يعلم يعني الجميع، الحمد لله الان اصبحنا لن نستورد البنزين، ولما لا مستقبلا نصبح من الدول التي تصدر البنزين، خاصه انه يتكلموا على البنزين، يتكلموا على الزفت، يتكلموا على الكثير من المشتقات التي خصصت لها سوناتراك ان لم تخن الذاكره 11 مليار دولار، فهذا النوع من الاستثمارات سيكون مهم على المستوى انه ننوع استثماراتنا خارج المحروقات يعني الصفراء او غير المكرره التي نقوم بتصديرها ولا كنا نصدرها سابقا. طيب نشير فقط الى نقطه سيد عمر هارون، انه الانتاج الجزائري من الطاقه بكل اشكاله يواجهه ارتفاع للطلب الداخلي الذي يؤثر ايضا على مستوى الصادرات، يعني ما هي ربما البدائل حسبكم المطروحه لكبح الاستهلاك الداخلي؟ نظن البدائل يمكن ان تكون يعني بالسرعه اللي يتوقعها البعض، احنا كانت هناك مجموعه من المبادرات التي وضعت على غرار تحويل العديد من السيارات الى نظام جي بي ال حتى نقلل من استهلاكنا للوقود، هنالك ايضا مبادرات من اجل زياده ولا الرفع من انتاج الطاقات البديله خاصه الطاقه الشمسيه، خاصه في المناطق اللي فيها تشميت كثير، انه كما يعلم الجميع الجزائر من اكثر المناطق تشميتا في العالم وهذا يساعد كثير الطاقه الشمسيه، لكن نظن انه اكبر مشكل الان في الجزائر هو ان البنايات غير مطابقه للمعايير في قضيه
يعني المحافظه على يعني الطاقه الحراريه وللمحافظه على الحراره بحيث اننا نستهلك كميه اكبر مما يجب في هذا الاطار. ومنه يجب ان يتم يعني اعاده النظر في طريقه البناء حتى تكون يعني مطابقه للمواصفات، خاصه في المحافظه على البروده او الحراره حسب الفصل الذي نكون فيه. والنقطه الثانيه هي ان يكون اعاده يعني تقييم البنايات اللي راهي موجوده الان، ويعني اعاده هيكلتها واعاده ترميمها وفق هذا السياق ولهذا المبدا، لانه هذا هو النقطه الاساسيه من خلالها نستطيع ان نقلل من الطاقه المستهلكه، طبعا في انتظار انه يكون لدينا قدره على تطوير قدرتنا الانتاجيه من الطاقات البديله، وربما نذهب نحو الفكره التي ذهبت اليها المانيا في اطار يعني تغذيه ولا مرافقه المنازل والمؤسسات التي ترغب في انتاج طاقتها الكهربائيه بنفسها من خلال الطاقه الشمسيه، وهنا راح يكون لدينا قدره على تقليل الطاقه التي يتم استهلاكها خاصه على المستوى المتوسط، يبقى المستوى عفوا المستوى القصير يعني الباتونسيون، اما لا مويان تونسيون الى اوتونسيون هذه تبقى خاصه بالصناعه يعني والقضيه الصناعيه، ففي العاده لا يتم استغلالها عن طريق الطاقات الجديده او البديله بل عن طريق الطاقات الاحفوريه لحد الان. هذه الطريقه التي نستعملها، اذا يجب ان نرقي يعني ونحسن مستوانا في استهلاك الطاقه، لانه 98% من الكهرباء المنتجه في الجزائر يتم انتاجها عن طريق توربينات يعني بالغاز، لكن نظن باللي رفع من كما نسبق تكلمنا حول يعني انتاجنا من الغاز ورفع صادراتنا من الغاز يخلينا بطريقه او باخرى نخفف من هذا المشكل اللي هو موجود في الاقتصاد الوطني، لكن يجب ان نضع له استراتيجيه وطنيه على المدى المتوسط والطويل من اجل تخفيف من الاستهلاك الوطني في هذا المجال. طيب يعني حتى اصبحت يعني الجزائر اليوم ملاذ امن لبعض الدول على غرار ايطاليا، اسبانيا وحتى فرنسا. طبعا كي نتكلموا على انه الان الجزائر اصبحت زبون يعني اصبحت مورد موثوق لهذه الدول، لماذا؟ لانها تفي بالتزاماتها، يعني رغم كل ما وقع بين الجزائر واسبانيا الا انه الجزائر لم تخل ب يعني اتفاقياتها. يعني الان ايطاليا لجأت الى الجزائر وهي الدوله الاوروبيه الوحيده تقريبا بالاضافه الى بريطانيا، بحكم انه بريطانيا تستورد فقط 4% من الغاز نتاعها من روسيا، اللذان سيكون لديهما شتاء امن السنه القادمه. وصول الرئيس الفرنسي كما قلنا سابقا يعني بعد غد الى الجزائر هدفه الاساسي تامين شتاء امن الى فرنسا، اذا الجزائر الان اصبحت لديها سمعه عالميه في هذا الاطار واصبحت لديها قدره على الوفاء بالتزاماتها، وهذا ما يميزها عن باقي الشركاء ربما الاخرين، اذا الجزائر الان سوف تستغل او يجب عليها ان تستغل هذه القوه في الملف الطاقوي من اجل ان تكون لديها عمليه نقل التكنولوجيا من هذه الدول الصديقه وكسب خبراتها نعم، ومحاولة يعني تطوير باقي القطاعات خاصة إذا تكلمنا عن القطاعات التحويلية في المجال الغذائي، إذا تكلمنا على قضية الخدمات، إذا تكلمنا عن السياحة، إذا تكلمنا على مجموعة كبيرة حتى الصناعات الميكانيكية، وهي كلها مجالات قابلة للتطوير في الجزائر وقابلة أنها تكون لديها قدرة على تحسين الاقتصاد الوطني، خاصة أنه الآن الجزائر تشتغل على نقطة مهمة وهي البنى التحتية. الجزائر تملك طريق سيارة عفوا شمال جنوب شرق غرب، وهنالك عمل الآن حول سكة حديدية شمال جنوب، إذا الآن أصبحنا بحق بوابة إفريقيا، إذا نتمنى إن شاء الله أنه ميناء الحمد لله يحقق مع التوسعات الموجودة في ميناء جنجل في جيجل، إذا كل هذا راح يؤدي إلى وجود بنى تحتية حقيقية قادرة على أن تكون أي صناعة يمكن لها أن توطن في الجزائر، طبعا في على ضوء ما نعيشه الآن من تطور كبير في مجال الطاقة، لأنه مجال الطاقة والعوائد في مجال الطاقة هي التي ستمكن الاقتصاد الوطني من تطوير نفسه وتحقيق وثبة حقيقية في كل مجال. طيب يعني لو نعرج فقط على زيارة الرئيس الفرنسي التي ستكون غدا إن شاء الله، يعني ماذا يمكن أن تقدمه الجزائر يعني من على حسب في ظل مستوى الإنتاج المحلي وارتفاع الطلب داخليا وخارجيا؟ الطلب الداخلي الان اظن انه يؤثر على صادراتنا من الغاز خاصه لانه والنفط، لانه كما تكلمت لك منذ قليل في نهايه افاق 2023 نحن نتوقع ان يكون هناك صادرات في حدود 60 مليار متر مكعب، يعني خاصه ومع اكتشافات الحقل الحاسي الرمل اللي فيه بين 100 و 340 مليار متر مكعب. نظن انه الجزائر الان قادره على تصدير اكثر،
فقط هي قضية الآن ما الحصص الدولية والتعاملات الدولية وقدرتها الإنتاجية، لأنه الآن الجزائر ما تصدره الآن في حدود يعني في حدود 40 إلى 50 مليار متر مكعب، ربما مع إضافة أو أقل بقليل يعني في حدود 45 مليار متر مكعب، يعني مع إضافة الحقل الجديد لحصير ملي الآن هنالك عمل أنه في نوفمبر القادم بإذن الله سيكون هناك قدرة تصدير 10 مليار متر مكعب إضافية، ومع نهاية السنة ربما سنصل إلى 15 مليار متر مكعب، ستكون لدينا قدرات إنتاجية خاصة في الغاز المميع الذي يتم نقله عبر الناقلات العملاقة. نظن أن فرنسا ستطلب يعني كمية إضافية من الغاز، تطلب أن يكون لديها قدرة على الحصول على الغاز الجزائري، هذا في ملف الغاز، لكن في المقابل سيكون هنالك يعني ملفات أخرى للدراسة، يعني ممكن أن نتكلم على ملفات سياسية وملفات تاريخية وملفات يعني شائكة إلى نوع ما، لأننا نتكلم في الملفات التاريخية عندك الاعتراف بجزائر الفرنسية، عندك ملف الجماجم، عندك ملف أيضا المتعلق بال يعني حتى إذا أسقطنا كل هذا على تشكيلة الوفد المرافق للرئيس الفرنسي. نعم، تعويضات التجارب النووية التي كانت في 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 في, في الجزائر. على الصعيد الآخر هناك ملفات سياسية، ملف الحالة الغربية، ملف مالي، ملف ليبيا أيضا، هذه كلها ملفات سياسية. إذا الملف وعلى المستوى الداخلي نظن أنه ملفات المؤسسات الفرنسية التي لم تكتمل استثماراتها في الجزائر، على سبيل المثال ملف الصناعات الميكانيكية ورونو يعني شركة رونو. إذا نظن أنه لو سيكون هناك اتساق يعني بطريقة أو بأخرى بين الجزائر وبين فرنسا، وفرنسا ستكون لديها يعني نظرة جديدة في الجزائر بحيث أنها ستتعامل مع الجزائريين بمنطق رابح، أي أن الجزائر ستكون لديها كلمة في الاتفاقيات التي ستكون ورؤية شاملة يعني ستخرج في نهاية الزيارة، كما أتوقع على كل حال يكون من خلالها هناك استفادة كبيرة للاقتصاد الوطني من خلال دخول مجموعة من المؤسسات الفرنسية للسوق الوطنية، ونتوقع أن هذه المؤسسة تكون خاصة في مجال الصناعات التحويلية والصناعات الغذائية على غرار يعني لدرون سيرفاس الفرنسية، وهناك نتكلم على إن درون سيرفاس مش نتكلم فقط على مكان يرص فيه يعني المواد الغذائية، بل نتكلم على شركات يعني شركات موازية تعمل في إطار صناعات تحويلية وتورد لهذه العلامات، ونظن أن الجزائر تملك العديد من المواد الأولية التي يمكن لها أن تحقق من خلالها صناعة غذائية، يمكن لها حتى أن تصدر إلى الخارج. إذا نظن أنه هذه الزيارة ستكون أيضا على خضم زيارة الإيطاليين إلى الجزائر وكل ما حققته إيطاليا في الجزائر، إذا هذا سيكون أيضا ملف ضاغط على الفرنسيين أكثر فأكثر، لأنه الإيطاليين استطاعوا أن يعيدوا التوازن إلى العلاقة الجزائرية الأوروبية بحيث أنها سابقا كانت وحدية تمر فقط عبر أوروبا، عبر فرنسا، الآن أصبح لدينا العديد من الأصدقاء الذين يمررون كلمة الجزائر ويوردون يعني منتجاتنا، كلمتنا، موقفنا إلى أوروبا، ولهذا نظن راح يكون هناك توازن كبير هذه المرة، وحقيقة سوف نقف على اتفاقيات يكون فيها الرابح الأكبر هو الجزائر مقارنة بما كانت إن شاء الله. في انتظار ما ستسفر عنه هذه الزيارة غدا. شكرا لك أستاذ عمر هارون، أستاذ الاقتصاد بجامعة المدية، شكرا جزيلا لك.